صوت العرب من القاهرة. أنا سيتي الثاني. أنا رمسيس الثاني. حمورابي سيف بن ذي يزن. أنا توت عنخ آمون. وأنا تهرقر ابن النوبة. بوح الآثار. أنا كليوباترا السابع. أنا ماركوس أنطونيوس. نسر الشرق صلاح الدين الأيوبي. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي. ويتجدد معكم بوح الآثار، فأهلا بكم. أيها الإخوة والأصدقاء، في بوح الآثار الليلة يسعدنا أن نلتقي مع الكاتبة والباحثة جيهان مأمون، ومع إسهامها في الكتابة عن الحضارة المصرية القديمة في كل عصورها الفرعونية واليونانية الرومانية والإسلامية. بنرحب بحضرتك أستاذة جيهان. أشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة. أستاذة جيهان مأمون، لو حبينا في البداية يعني نتكلم عن أهمية دراستنا للتاريخ في وقتنا الراهن بالتحديد. إحنا النهاردة كمصريين واقفين في نهاية طريق طويل في أجدادنا سمو العلم والمعرفة، فقراءة التاريخ ما تعتبرش طرف ولا اختيار. استقراء تاريخنا ده نوع من صناعة المستقبل، لأن تاريخنا بكل فصوله المصرية القديمة القبطية الإسلامية ثري جدا. تاريخنا مليان قيم ومبادئ وأخلاق ونماذج مضيئة، فمش عاوزين نخلي معرفتنا بالتاريخ مجرد تأريخ لأحداث سياسية وأسماء ملوك. محتاجين نتعمق أكتر في روح مصر عبر كل العصور. أستاذة جيهان مأمون، حضرتك تناولت في مؤلفاتك التاريخية مصر القديمة ومصر القبطية ومصر الإسلامية، يعني هل هناك علاقة بين هذه الحقب التاريخية ولا بتشوفيها حقب منفصلة؟ لا، هي حقب متصلة. احنا لو رقبنا وعي الإنسان المصري هنلاقي انه استوعب كل التفاصيل اللي مرت عليه عبر العصور وشكل بها واحدة واحدة. في مصطلح مصري قديم اسمه سيماتاوي، معناه الوحدة الأزلية لسكان وادي النيل، وحدة كل المناطق الجغرافية عبر كل العصور، بمعنى ان الإنسان المصري وعيه متصل، وان الوعي ده هو اللي بيشكل الهوية المصرية. عظمتنا كمصريين في تاريخنا، في ترابطنا، في وحدتنا. فتاريخ مصر واحد بدأ من مصر القديمة وقدنا على مر العصور لعصرنا الحاضر. يعني مصر زي العروسة. كل حقبة تاريخية بتعد وردة فستانها أو ماسة فتكها أو بروش على صدرها. يعني عند حضرتك كمثال المسلة اتولدت في مصر القديمة. المسألة دي كانت بتعلن ان المعبد خلص وان هو بيكرس للإله الواحد الأحد. المسألة تحولت لمئذنة. المئذنة دي بتعلن عن حلول وقت الصلاة. عند حضرتك مثلا تيجان اللوتس والبردي فوق الأعمدة اتحولت لتيجان سماوية بيتوج بها الفائزين في الكنائس. فهي دي مصر. تاريخ واحد مترابط متصل الحلقة. الإنسان المصري طالما استخفه التيه في عالم المقدسات، ولهذا هام بالمنافذ الجانبية والأبواب السرية والمراقي الخفية والظلمات المشعة من أفواه القبور. أما الموميات فكانت تتلمس خطاها في رحلتها إلى الآخرة على ضوء كتاب الموتى وكتاب الأغوار وكتاب الليل، وما عرفت البشرية في تاريخها أسفارا سواها ترسم معالم الآخرة. طب من وجهة نظر جيهان مأمون الباحثة،
التاريخية، بتشوفي إيه اللي بيميز الإنسان المصري عن غيره من الشخصيات والبشر؟ بص حضرتك، هويتنا كمصريين بتجمع حاجات كتير اتبنت عبر عصور كتير عدت على مصر 7000 سنة. يعني التدين، الدين كان هو البنيان اللي تشيد عليه المجتمع المصري القديم. قدماء المصريين عاشوا للخلود والأبدية. في بقى صفات احنا عارفينها، اللي هي خفة الدم، الطيبة، الشهامة، الأصالة، بس في صفة مهمة هي حب الوطن. احنا شعب مرتبط بالأرض، الأرض بتشكل حياة المصري وكيانه. يعني هو احنا قلنا ان الارض عرض، فعلاقة المصري بالارض دي علاقة روحية مش علاقة نفعية، علاقة محبة، ممكن تقول علاقة عشق. جميل. قدماء المصريين سموا ارض مصر تاميري، من ضمن اسماء مصر. مصر كان لها اسماء كتير في التاريخ المصري القديم. تاميري بتعني الارض الحبيبة. طب استاذة جهان، بتشوفي في فرق يعني بين المصري القديم صاحب هذه الحضارة الكبيرة جدا والمصري الحالي؟ لا، ده مش فرق واحد حضرتك. يعني فروق كتير جدا. في صفات كتير قدماء المصريين اتصفوا بيها. احنا للأسف النهاردة كمصريين في عصرنا المعاصر فقدنا الصفات دي، زي مثلا النظام. قدماء المصريين قالوا ان تعبان الظلام أبيب، ده مثلا يعني هقوله لحضرتك، ان صعبان الظلام أبيب ده بيرمز للفوضى، وانه كان بيهاجم مركب الشمس كل ليلة عشان يسقط نظام الكون، وان رع قرص الشمس كان بيقتله كل ليلة كرمز للقضاء على الفوضى في الكون. قدماء المصريين قدسوا النظام واعتبروا ان الفوضى هي العدو الاول والاخير اللي حددوه نفسهم. الفوضى دي عرفوا ان هي ممكن تسقط الكون كله، فقالوا ان الفوضى هي الظلام وان النور هو النظام. هل احنا عاوزين نسترجع؟ نعم. هل احنا محتاجين فعلا استاذ جهان نسترجع هذه القيم؟ محتاجين نسترجع في قيمة تانية كانت برضو مهمة جدا، واعتقد ان احنا فقدناها النهاردة، اللي هو تقديس الطبيعة. نعم. كانوا بيقدسوا الطبيعة. أجدادنا احترموا النبات، احترموا الحيوان، الإنسان، نهر النيل في قوانين الماعي. أنا لم ألوث ماء النيل. للأسف الشديد احنا النهاردة منهين البيئة المصرية. وقيم تانية كتير فقدت عبر العصور. يعني أفهم من كده أستاذة جهان مأمون حضرتك، لك يعني مؤلف أو إصدارك الأخير كان بعنوان مصر بيت الحياة. هل كان مصر بيت الحياة حضرتك بتقصدي فيه تصحيح المفاهيم المغلوطة في التاريخ المصري القديم؟ بص حضرتك، هو مصر بيت الحياة هو مكان موجود بالفعل، هو له معنى، معنى رمزي. ان مصر هي منبع العلوم ومنبع كل المعارف في العالم، لكن بيوت الحياة دي كانت اماكن موجودة بالفعل في الحضارة المصرية القديمة اللي هي بتحوي كل علوم قدماء المصريين. كتاب مصر بيت الحياة بيصحح بعض من المفاهيم المغلوطة في الحضارة المصرية القديمة، لأن الحضارة المصرية القديمة تعرضت لظلم كبير. أولها إن إحنا أهملناها كمصريين، أهملنا تاريخنا. سنين كتير ما دفعناش عن حضارتنا المصرية القديمة لما اتهمها المغردين بتهم زي الوثنية، الكفر، استعباد العمال، كل التهم دي. لكن الحضارة المصرية هي حضارة صاحبة فكر وعقيدة ومنهج فلسفي ناضج. ده اللي دفعني ان في نوفمبر 2016 ان اعمل حملة تصحيح المفاهيم المغلوطة في التاريخ المصري القديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الحملة دي كان اللوجو بتاعها يخطئ من يحكم بدون علم. يعني حاولت ان انا الفت النظر ان احنا محتاجين نعرف اكتر عن مصر، اننا محتاجين ان احنا ما نحكمش بالوثنية والكفر وكل الصفات الغلط اللي ألصقناها بيها من غير ما نبحث ونعرف أساس وأصل الحضارة دي، وهي كانوا بيفكروا إزاي وبيؤمنوا بإيه. طبعا تغيير المفاهيم ده موضوع مش سهل. وأكيد أني قابلت معارضة أثناء الحملة. وللأسف أن المصريين كانوا هم اللي بيهاجموا الحضارة. أخطر شيء حضرتك أن الإنسان يكون عدو نفسه. بالظبط. فاحنا يعني محتاجين اننا نقي تاريخنا من اكاذيب اللي التصقت بيه. هل حضرتك يعني رصدتي او عملتي نماذج لمغالطات المفروض نتوقف عندها ونعيد تصحيحها؟ هو الكتاب كان كله بيحوي نماذج. طبعا مش كل النماذج، لان النماذج كتير لا تعد ولا تحصى في المفاهيم اللي محتاجه. لكن مثلا يعني حضرتك عارف ايه احدث تعريف للوثنيه؟ هي كل الافكار المغلوطه عن الله. دي بتعتبر وثنية. المصريين القدماء أمنوا بالإله الواحد أحد اللي صفاته بتتجلى على كل الموجودات. لا. وبيرقى فوق كل أشكال التجسد ولا يعرف اسمه أحد، لكن هم عارفين صفاته. هو رع،
نشر الضياء في الكون. هو أمون الخفي، هو أتوم واهب نسمة الحياة، هو بتاع المبدع، الطاقة الخلاقة للإبداع. حتى كلمة أمين اللي موجودة في كل المعتقدات والديانات أصلها مصري قديم، بتعني التصديق المطلق رغم تمام المجهولية. في ارتباط بين أمين وأمون يعني؟ هي واحد بس يعني، هي كل الديانات بترددها، أمين هو أمون، بس هو أمون ما كانش بيتنطق زمان أمون، إحنا اللي نطقنا غلط، هو أمن. نفس التصديق. طب أستاذ جيهان، مأمون يعني دايما الحضارة المصرية القديمة بيقال عنها أنها حضارة اهتمت بالدار الأخيرة وبالموت وبالعالم الآخر بعد الحياة يعني، وموضوع التحنيط، ويعني عكس ما هو معروف في الحضارات الأخرى. بتشوفي مدى صحة ده إيه؟ هي دي من ضمن المغالطات اللي رديت عليها في الكتاب. عندنا مثال الإغريق. الإغريق أمنه يعني بيقولوا عنهم حضارة حياة، مهتمين جدا بالحياة. الإغريق ليه؟ لأنهم أمنوا الإنسان هيبدأ وينتهي على الأرض، فكان همهم أنهم يشاهدوا كل إنجازاتهم على الأرض. بس المصريين القدماء اهتموا، هم فعلا اهتموا بالموت وبالتحنيط وبالعالم الآخر، وأكيد أن دي أمور ظاهريا هتبدو أنها ثقافة موت، لكن هم اكتشفوا أن في حياة بعد الحياة. ده ما كانش متاح للإغريق، ما اكتشفوش النقطة دي، فعاشوا للحياة الأخرى. الحضارة المصرية بتدور حوالين فكرة الخلود، لكن ده مش بيعطلهم انهم يعيشوا الحياة اليومية، او انهم يدوروا على لقمة العيش، او يدوروا على قوت اليوم. ده ما كانش بيتعارض مع البحث عن الخلود. حضرتك احنا لو بصينا في الجداريات على المقابر كلها صور حياة، اوكي في في المناظر للآخرة، لكن في مناظر كتير جدا للحياة الدنيا. قدماء المصريين امنوا القناعة ان ربنا موجود، ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل شيء. فالفلاح اللي كان بيحرث الغيط كان بيشوف ربنا في الطبيعة، بيشوف ربنا في الزرع اللي بيزرعه، في المية اللي بيسقيها. هم شافوا ان النيل مقدس وسموه حابي. فكان في تصالح في مصر القديمة ما بين الدنيا والآخرة، ما بين العالم المادي والعالم السماوي. في مقولة على لسانهم بيقولوا لا شيء يخلو من الحضور الإلهي. فهي دي كانت نظرتهم، وفي دليل انهم مش حضارة موت. ان قدماء المصريين عمرهم ما استخدموا كلمة موت للانسان، الكلمة دي كانت بتستخدم فقط للحيوانات، لانه عارفين ان الحيوانات هتفنى، لكن الانسان لن يفنى، الانسان هيبعث. فاستخدموا كلمات زي كلمة حتب معناها يرتاح، زي كلمة سجر معناها ينام، زي يغرب، يرتحل، يسافر. اي مفرد غير كلمة موت عمر ما قالوا على بني ادم انه هيموت، لأنه هيموت يعني هيفنى، لكن هو مش هيفنى، هو هيبعث تاني. وربما يعني علامات الاستفهام اللي كانت تشغلت البعض انه المصري القديم عندما يعني اهتم بالعالم الاخر في انه بنى المعابد وبنى المقاصير والمسلات باحجار صلبه وجرانيت، بينما كان يعني حياته في التي عاش في الحياه الدنيا كانت بيوته من الطين اللبن وبيوت هشه، فده اللي بيتقال انه ده اللي بيبرر انه اهتم بالعالم الاخر على حساب الدنيا يعني. صح، ما هو بالفعل ده كلام مظبوط، لان يعني هم شافوا ان المقبره هي بيت الابديه، وان الانسان هيعيش في الدنيا فتره صغيره، لكن الروح او الكا هتقعد في المقبره لسنوات طويله، فاهتموا بالمقبره واتعملت بالحجر زي ما حضرتك بيقول. بس في حاجة أعتقد أن من أكتر الأسباب اللي دعمت فكرة أن قدماء المصريين حضارة موت كتاب الموتى. كتاب الموتى ده نصوص دينية بترجع للدولة الحديثة. النصوص دي اسمها مش كتاب الموتى، اسمها بالمصري القديم بير امهرو، يعني الخروج للنهار. السبب أنه اتسمى كتاب الموتى أن عالم المصريات الألماني كارل ريتشارد ليبسيوس في عام 42 هو اللي ترجم النصوص دي، كان أول واحد يترجمها. فهو سماها كتاب الموتى فالتصقت بها. لكن كتاب الموتى هو زي دليل للموتى، أو لما ينتقلوا للعالم الآخر أن هم وهم في العالم الآخر دليل هيعملوا إيه. لكن في نفس الوقت كان فيها تعليم ان ازاي الانسان يخرج بروحه للنور، ان الانسان التواجد المادي على الارض مش كل حاجه، انه لازم يخرج بروحه للنور. فهو ليس كتاب للموتى، هو كتاب خروج للنهار. فده اكتر سبب
يعني خلى الفكرة دي تلتصق في ذهن الناس. نعم. وده برضو صححته في كتاب منصبات الحياة. فلنرهف الأسماع لحظة إلى الهمهمات التي تتسلل إلينا من الجدران الحافلة بالأسماء الوافرة، ولنسبح في آفاق الخيال ونحن وسط هذه الغابة العامرة بالرموز. والجميل في مشوار وكتابات الأستاذة جيهان مأمون يعني أنها لم تتوقف فقط عند الحضارة المصرية القديمة يعني وعلوم المصريات والإيجيبتولوجي، ولكن كان لها إسهامات وكتب عن عدة مدن وعن فترات وعصور تاريخية مختلفة. يعني حضرتك لك سلسلة مدن مصرية، وحضرتك اخترتي مدينة الفسطاط لتقدميها وتكتبي عنها. حضرتك مصر لو حبينا نغطي 1% من تاريخها يعني عاوزين آلاف المجلدات، فاحنا بنحاول نجتهد ان احنا نقدر نغطي النقط العظمة اللي غايبة على الناس اللي الواحد بيشوفها وبتبهر وهو بيقرأ. مدينة الفسطاط مدينة مهمة جدا، هي جزء من سلسلة مدن مصرية. سلسلة مدن مصرية بتتكون من 4 أجزاء، اتكلمت فيها على 4 مدن: تانيث، الفسطاط، رشيد، والفيوم. الفسطاط مدينة يعني عريقة، مزج بين المصري والإسلامي. مزج بين الاثنين، ان الفيوم معظم تاريخها تاريخ مصري قديم، وتانيث دي مدينة النسيج، مش تانيث صاق الحجر، تانيث في بحيرة المنزلة. اللي هي كانت متخصصة في صناعة النسيج. الفسطاط أهميتها ان المكان ده مكان مقدس من زمن مصر القديمة. يعني المكان ده كان اسمه بير عا، كان بيضم في الزمن القديم تمثال لإيزيس، والتمثال ده فضل موجود لحد العصر المملوكي لزمن السلطان قلاون، كان متسجل انه موجود. المنطقة دي في مصر القديمة كانت مشهورة انها منطقة استجابة الدعاء، فالناس اللي كانت بتروح منطقة استجابة الدعاء، قبل ما عمرو بن العاص الصحابي الجليل يبني فيها جماعة، كانت مقدسة للمصريين. فكانوا بيروحوا يدعوا هناك، ان هي كانت منطقة مبروكة بالنسبة لهم. في العصر القبطي اتشيدت فيها كنائس، بلغ عدد كنائس الفسطاط 10 كنائس. في كنائس منها جوه حصن بابليون، وفي كنائس خارج حصن بابليون زي الكنيسة المعلقة، كنيسة القديسة بربارة، كنيسة أبي السفين، كنيسة أبو سرجة اللي موجود فوقها مغارة العائلة المقدسة. العائلة المقدسة دخلت أرض مصر هربا من بطش هيرودس ملك الروم، وقضت حوالي 3 سنوات ونصف. مريم العذراء والسيد المسيح لجأوا الأرض مصر. مصر احتضنتهم وصارت جزء من كيانها ونسجها. الفسطاط كمان بتضم معبد بن عزرا، ده بيعد أقدم معبد يهودي في مصر. هي حقيقة في مجمع أديان، مجمع كل الأديان. طبعا جامع عمرو بن العاص إمام المساجد، أول جامع شيد في مصر وأفريقيا، رابع مسجد أقيم في الإسلام بعد مساجد المدينة المنورة والبصرة والكوفة. في مرة أنا روحت مجمع الأديان، كنت بصلي الظهر في جامع عمرو بن العاص، لما خرجت دخلت منطقة الكنائس كان حد زعف، فطفلة أهدتني زعفها، أنا جبت من جامع عمرو بن العاص سبحة وأكملت طريقي للمعبد اليهودي. نسيج جميل. نسيج حضرتك ده مش موجود غير في مصر. صحيح. شو كنت تلاقي ده إلا في مصر. صحيح صحيح. لما تلاقي الجد في إيده حفيده، والناحية التانية سبحة في إيده. الطفل في عينه بريء وفي وشه احساس بريء، لسه جايب جلابيته النهارده، وبينده وسط الطريق ويقول له يا جدو، ويمسك ايده ويشده ويقول له انا عايز اتوضى، ويقول له يلا نصلي العصر. يبقى انت اكيد اكيد في مصر. أستاذة جيهان مأمون يعني احنا سعداء بإسهامك،
وكتاباتك عن الحضارة المصرية القديمة في كل عصورها، لكن أنا عايز أسأل حضرتك يعني إيه الرسالة أو إيه الهدف اللي أنت بتهدفي لتقديمه من خلال هذه الكتابات، ولو توقفنا تحديدا عند كتاب همسات مصرية، عرفينا برضو على الكتاب وعلى رسالتك اللي حبيتي تبعتيها من خلال همسات مصرية. همسات مصرية من أوائل الكتب اللي كتبتها أنا في كتبي، حوالي 17 كتاب. هو بيصنف تاريخ اجتماعي وبيتكلم عن مدينة القاهرة، فقمت بجولة بين عوالم ولت من زمن بعيد عشان أكشف حقيقتها. فكتاب همسات مصرية بيتكلم عن تاريخ القاهرة، إن القاهرة عمرها 1000 سنة لكن هي بتحتفظ في قلبها بسمات كل العصور. يعني لو دورنا هنلاقي إن كل عصر تارك أثر، تارك شخصيته لسه أثرها موجود. القاهرة في العصر الفاطمي مدينة ملكية جواها القصور، القاهرة في العصر الأيوبي المدينة العسكرية اللي تخلت عن الرفاهية، القاهرة في العصر المملوكي عاصمة العالم الإسلامي، القاهرة في العصر العثماني اللي فقدت رونقها مع فقدانها لقبها كعاصمة العالم الإسلامي. فجولتي في كتاب همسات مصرية بتدور بين الأحياء والمنشآت والأسواق لنتعرف على روعة وجمال مدينة القاهرة عبر كل العصور. طب في همسات مصرية لو سألت حضرتك إيه أكتر موضوع له خصوصية بالنسبة لك محبب ليك؟ أكتر موضوع هو جزيرة تانيس، لأن جزيرة تانيس بتعكس روعة النسيج، صناعة المنسوجات من أهم الصناعات اللي نشأت في مصر من عصور ما قبل الأسرات 4000 عام من عصر نقادة الأولى. وهذه الصناعة استمرت في العصور القبطية، والمنسوجات اللي في متحف النسيج من العصر القبطي حضرتك غاية في الروعة. في العصر الإسلامي جزر بحيرة المنزلة أبهرت المؤرخين. لو نرجع لكتابات المؤرخين ونشوف اللي سجلوا فيها قمة في الإبهار، إن هي بيقولوا إن جزيرة تانيس اللي كتبت الكتاب، اللي كتبت الموضوع عنها وكتبت كتاب منفصل عنها، إن ما كانش فيه في الدنيا منزل ما فيش جواه ثوب من أثواب تانيس، وإنهم تخصصوا في صناعة نوع من القماش اسمه الطاووس. بيحكي المؤرخين في هذا الزمن البعيد إن كان بيغير لونه بتغير ساعات النهار. وطبعا كسوة الكعبة المشرفة كانت بتتصنع في مصر لستينيات القرن من شدة جودة وإتقان، اللي كان بيسموها القباطي، القباطي المصري، القباطي هي دي اللي هي الكتان المزخرف. فكتانيس متخصصة في الكتان المزخرف بالألوان، ودمياط تخصصت في الكتان اللي هو الأبيض. هي الحقيقة يعني مصر سلسلة من العصور والفصول التاريخية، يعني العصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني والعصر الإسلامي، يعني كلها فترات ناصعة وكلها فترات بتزخر بالفصول والحضارات المتعاقبة. لكن أستاذة جيهان مأمون، يعني لو حبنا يعني نعود مرة أخرى إلى مصر الفرعونية وإلى كيمت، يعني كيمت هل هو اسم لمصر ولا القدماء المصريين اللي أطلقوه، ولا حضرتك بتشوفي هذا الاسم استحدثه علماء المصريات والإيجيبتولوجي؟ بس حضرتك قدماء المصريين ما سموش بلدهم مصر. الاسم ده ورد في القرآن الكريم وده تكريم لها. أقدم اسم أطلقوا المصريين على بلدهم هو تاوي، معناها الأرضين. وكان استمرار الاسم ده معناه استمرار الحضارة المصرية القديمة، إنه استمر لحد طوال عصر الأسرة. في اسم تاني أطلقه قدماء المصريين، احنا قلناه في أول الحلقة، تامري معناه الأرض الحبيبة. احنا بكرره تاني من كتر ما هو اسمه مميز. كيمت معناها أرض الطامي الأسود. اسم كيمت اتوجد من عصر الدولة القديمة. ورد في قاموس فوكنر بمعنى سكان أرض مصر كيمتيو. المصريين أطلقوا الاسم ده على أنفسهم، كيمتيو يعني سكان مصر، وسموا لغتهم ران كيمت يعني لسان مصر. فاسم كيمت هو بالفعل اسم من الأسماء العديدة اللي أطلقها قدماء المصريين على أرض مصر الحبيبة المباركة. يعني أنا الحقيقة معجب بهذا الرصيد الكبير من الكتابات للأستاذة جيهان مأمون، وحضرتك كمان كتبتي الرواية التاريخية. يعني لو حبينا نتوقف عند رواية أبو فيس، شخصية إيه القصة دي، وهل دي أسطورة ولا زي تتبعتيها؟ رواية أبو فيس هو بتكلم فيها حضرتك عن المرأة. إن وضعت نموذج لليلى اللي هي بطلة الرواية، اللي هي كانت مستضعفة
في العصر الحديث. وليلى هي بتعكس الوجه الآخر في مصر القديمة، الملكة توسرت. توسرت معنى اسمها الأرض القوية، يعني القوية بتعبر عن المرأة القوية. الملكة توسرت حكمت مصر 8 سنوات بالفعل، كانت زوجة للملك سيتي الثاني. فهي كانت قصة يعني فانتازيا تاريخية بتكلم فيها عن معنيين، عن المرأة وتكريم المرأة في مصر القديمة، والمعنى الثاني عن الفوضى. ان الفانتازيا اخذتني لثعبان ابو فيس اللي هو ثعبان الظلام، والقطة مفدات اللي هي رمز القضاء على الفوضى في مصر القديمة. فكانت يعني بتعد فانتازيا. طب يعني حضرتك اكيد رصدتي يعني ما كان للمرأة المصرية في مصر القديمة من مكانة ومن يعني واهتمام. يعني المصر القديمة كانت المرأة كانت على مكانة عالية جدا، ووصلت لمناصب احنا في عصرنا ده يعني يمكن لسه ما كانت ايزيس يعني حاليا يبدو ايزيس هي ست الكل في الحضارة المصرية القديمة. لا، المرأة حضرتك وصلت ان هي كانت كبيرة قضاء المصر. المرأة أخذت منصب كهنة، وده منصب سامي جدا. كانت مديرة أملاك، مديرة مخازن، موسيقية، عازفة، منشدة، يعني تبوأت. وفي نفس الوقت كانت كاملة الأهلية، كانت تقدر إن هي تمضي عقود مسؤولة عن نفسها زيها زي الرجل. يعني دايما بنقول تمكين المرأة، كان تمكين المرأة في مصر الفرعونية تمكين المرأة. هي المرأة كانت على مكانة ويعني مكرمة. وحقوقها كان عندها في الزواج، عندها كل الحقوق، انها تقبل انها ترفض، ان هي لا تستمر في الزواج. فلو رجعنا المرأة ده موضوع كبير. هل حضرتك توقفت عند الأدب المصري القديم، كتبت عن الأدب المصري القديم وازاي الحكماء يعني أشادوا بالمرأة وبعطاء المرأة؟ توقفت في مصر بيت الحياة فصل عن الأدب الحكمة اسمه سبايت. ده أدب غني جدا، يعني ده بجد المفروض يدرس في المدارس، لأنه بيحوي كل الفضائل وكل حكمة مصر القديمة على لسان هؤلاء الحكماء اللي عاشوا في الأسرات من أول العصور لحد آخر حكيم اللي هو الحكيم بتوزيريس. هو بطل روايتي الثانية قرينة القلب. كنت تكلمت على حكمة قرينة القلب، الرواية الثانية عندي. البطل هو الحكيم بتوزيريس، ده حكيم عاش في الأسرة 30. فالمرأة طبعا تكلموا عنها كزوجة، كابنة، كأم. والجميل ان هتلاقي في الحكم عن الأم ان هو لا تنم قبل ان تطعم والدتك، نفس اللي بنقوله في الأديان السماوية. تكريم الأم كان شيء سامي جدا ومقدس جدا عند قدماء المصريين. أستاذة جيهان مأمون، يعني سعداء بهذا اللقاء مع حضرتك، ويعني علامات الاستفهام أو مشروعك القادم في الكتابة عن مصر الفرعونية ومصر وحضارات مصر القديمة مشغولة بإيه؟ هو في عندي إن شاء الله إصدار جديد، رواية ثالثة، رواية المتاهة. هي الرواية بتدور كلها في العصر الحاضر، لكن بتوقف فيها عند فتح الأهرامات الخليفة العباسي المأمون. هي تعتبر برضو جزء منها فانتازيا تاريخية، بس بتوقف فيها عند عصر الخليفة المأمون. بالنسبة لمصر القديمة إن شاء الله يعني ربنا يسهله بإذن الله، بعمل على إصدار الجزء الثاني من مصر بيت الحياة. شكرا جزيلا وبالتوفيق دايما. شكرا لحضرتك، وسعدت جدا بلقاء حضرتك المحترم. هكذا أيها الإخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكركم ونشكر ضيفتها الكاتبة جيهان مأمون، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. وشكرا للزميل كريم يونس الهندسة الصوتية. بوح الآثار، رحلة للزمن القديم، مع دكتور عبد البديع فهمي.